الرياض تقصي الجزائر من اجتماعات عودة سوريا لجامعة الدول العربية، والأسد يخذل تبون. خيبة كبيرة أصابت الجزائر جراء إقصائها من الاجتماعات العربية بشأن الملف السوري. الجزائر ظلت تناصر الأسد وترافع لاستعادة سوريا مقعدها في أحضان جامعة الدول العربية. عندما أجمع العرب على عودة مقعد سوريا، وجدت الجزائر نفسها معزولة خارج الأحداث. غضب تملك السلطات الجزائرية من استحواذ المملكة العربية السعودية على الملف السوري. غضب ترجمته الجزائر بمقاطعة اجتماع وزراء جامعة الدول العربية وعدم عودة سفيرها إلى الرياض. السعودية استشعرت غضبا جزائريا فكثفت اتصالاتها قبيل انعقاد قمة العرب في الرياض. الرياض تخشى مقاطعة الرئيس عبد المجيد تبون، فأوفدت رئيس مجلس شوراها ثم وزير خارجيتها. اتهامات للأسد أيضا بتوجيه صفعة للجزائر بتنكره لجهودها وانخراطه في مسار آخر. الأسد نسب فضل عودته في بيان رسمي لجهود الإمارات، لذا كانت أول وجهة يتصل بها. بشار الأسد لم يتصل بالجزائر إلا بعد أن بلغه غضبها واستياءها من تصرف دمشق. السلطات الجزائرية سحبت مقطعا لتبون لصالح سوريا في لقائه الأخير بالصحافة. تساؤلات عن الدور الدبلوماسي الجزائري وما وصف بالإخفاقات المتكررة إقليميا وعربيا.